في المجتمع الاول زعما ديال الجامع وكان مزيان يعني امتحان اللي كلشي غادي يخدمو كلشي غادي يفهمو. وصراحه حتى الاساتذه ما زعما ما ضغطوش علينا، كان اصلا كلشي محترم وكلشي واخد الوسائل الوقائيه ديالو وصافي. كانت في المتناول، كانت اسئله يعني اغلبيه كنا نقدروا نجاوبوا عليها حيتاش كان مراجعين ودروس اللي كانت ديجا يعني حنا فاهمينها مزيان. وشحال من حاجه لا ما كانوش محاولات، كانوا اساتذه معنا في حق قصار يمين، ويعني الحمد لله كنا محترمين حنايا الاجواء ديال القسم وكلشي. الكمامه زوين داري الواقي، كاين تعقيم كاين كلشي الحمد لله. الماسك هو واخويا كانت سهله واحد شويه بخير في المشاناه الحمد لله. فهمتش يعني ما كانش اصلا في القسم ديالنا عمليه الغش، الحمد لله راجعنا وكمال على الله سبحانه وتعالى. الاربع شهور كامله ديال الكونفينمون كانوا جالسين، وهذا راه كافيه انهم يبريباريو. الحمد لله دازت كلشي بخير وعلى خير، حتى الامتحان كان في المتناول الحمد لله. نتمنى لهم النجاح ليهم ولوليدات المسلمين كافة أجمعين.